احنا في طريقنا عين السخنه عشان نكتشف اتنين من ارخص الفنادق اللي ممكن تسكن فيهم او تقضي فيهم ديوز. وصلنا اول فندق معانا هو بورتو الجبل. خلينا نشوف شكل الغرف من جوه عامل ازاي. قبل ما نكمل ما تنسوش تشتركوا في القناه وتوصلوا الفيديو ل 10000 لايك عشان تدعموني ان انا اكمل معاكم السلسله دي. اول ما بتخش غرفه يجي الدولاب على ايديك الشمال، في هنا الحمام. بس خلينا نشوف شكل الغرفه من جوه الاول عامل ازاي. الغرفه من جوه حجمها متوسط، يعني المساحه متوسطه، مش كبير قوي مش صغيره، المساحه كويسه معقوله. ولكن بالنسبه لنا حاسس انها جديده، يعني حاسس ان الفندق هنا جديد. انا سالتهم هنا انتوا فاتحين من امتى، بيقول لي من 21 سنه 21 تقريبا. معتمدين طبعا على اللون البنفسجي ولون البيج في كل حاجه تقريبا. عجبني السرير، الديكور اللي فوق السرير دوت يعني شكله شيك سيمبل كده وبسيط. هنا مكان اللي بتحط فيه الشنط، يعني برده عشان لو معاك شنطه كبيره او حاجه عايز تحطها تحط شنطتك هنا وتظبط امورك. كمان في هنا الكوفي تري بحيث ان المكان مزنوق شويه، ولكن في كل حاجه انت عايزها برده. شاي، في نسكافيه، سكر ابيض وبني، مجين دمهم خفيف، ازازتين ميه، تقريبا كل حاجه انت محتاجها موجوده. عندك في هنا تلفزيون سامسونج، تلفزيون مش كبير قوي مش صغير برده، حجمه متوسط يديك اللي انت عايزه. عندك في هنا مكتب عشان خاطر لو انت عايز تقعد مثلا تعمل اي حاجه، معاك لابتوب. المكتب ظريف وكرسي الصراحه مريح. وكمان حاطط لك الورقه ديت، يعني دي فيها مواعيد بتاعه الشاتل باص اللي بينزلك لحد الشط تحت. هو في الحقيقه مش بينزلك للشط، هو بينزلك لحد فندق بورتو السخنه. هو فندق على الجبل فوق، في طريقتين ان انت تنزل. انا شفت في تلفريك تقريبا، فتقدر ان انت تاجر تلفريك او ان انت تنزل بالشاتل باص بتاع الفندق ينزلك لحد فندق بورتو السخنه تحت. طبعا حاطط لك المواعيد بتاعه الذهاب وبتاعه العوده. كويس ان في شاتل باص على مدار اليوم، لان الطلوع صراحه صعب جدا، يعني من غير عربيه هتتعب. السرير بالنسبه لي شكله مريح ظريف جدا صراحه. في اضاءات ديت مثلا لو انت عايز اضاءه خفيفه وطفيت كل النور اللي في الغرفه وعايز الاضاءه دي خفيفه، فنجرب مخدات. المخدات صراحه مريحه جدا جدا، والسرير تحفه. معتمدين في غرفه على اللون البنفسجي واللون البيج زي ما بقول لكم، وده بتقدر تشوفه مثلا في الكراسي او مثلا في المفرش اللي موجود على السرير، حتى في الستاير او في الكرسي الكبير اللي انت بتقعد عليه. يعني انا صراحه بحب اللون البنفسجي، فشيك غرفه شيك. هنا المفروض في ميني بار، يعني بالنسبه لي حجمه صغير جدا مقارنه بالوحده الخشبيه اللي هم عاملينها له. شكله برده نظيف وظريف وحجمه مناسب نوعا ما. عندك هنا الدولاب برده فيه ايه، خمس شماعات ومخده، حاجات اساسيه. عندك هنا خزنه. طبعا غريب بالنسبه لي ان الشركه المصنعه للخزن هي نفس الشركه المصنعه للميني بار، ده اول مره اشوف صراحه. تعال نشوف الحمام. برضه الغريب ان هنا الحمام هو حاطط لك المفتاح ده، يعني في مفتاح للحمام. يعني انا مش فاهم ليه في مفتاح للحمام من بره. انت عايز تسخف على حد مثلا تقفل عليه وتفضل انت قاعد بره؟ مش فاهم، اول مره اشوفها ومش فاهمها صراحه. الحمام واسع جدا وشكله شيك فخم، ولكن بالنسبه لي اللون مش موفقين قوي في اختياره. اللون غريب بالنسبه لي شويه، الحمام بيبقى لونه ازرق، يعني ده ممكن بيقفلك شويه. ممكن بيكون بالنسبه لناس ثانيه هم حابين اللون الازرق، ولكن بالنسبه لي انا شخصيا مش حاسه. ولكن تجهيزات الحمام نضيفه، حاطط لك هنا ستاند فيه شامبو وشاور جيل وبادي لوشن مروق عليك الراجل، وحاطط لك صابونه برده. كل التجهيزات موجوده. وبرده في هنا كوبايتين، هنعرف الكوبايه دي بتاعت ايه اكتب لنا في الكومنتات. برده السشوار شغال مفيش اي مشكله. هنا طبعا الغرفه بتاعتنا فيها بانيو، مش اغلب الغرف بيبقى فيها بانيو وكده، ففكره ان في بانيو في غرف اقتصاديه او غرف مش غاليه قوي بالنسبه للاسعار في العين السخنه، فدي صراحه ميزه. يعني الناس اللي عايزه تملى بانيو وتسترخي ده اختيار كويس. شفت الحمام، تعال نشوف اخر حاجه وهي الفيو. الغرفه اللي احنا حاجزينها هي غرفه ماونتن فيو، شايفه الجبل. ولكن انت ممكن تكون شايف الجبل من اليمينك ده، ولكن هي بالنسبه لي هي شايفه المحيط بتاع الفندق، يعني محيط الاستقبال بتاع الفندق، مش شايف جبل او جبل بعد المبنى، يعني هي مش ماونتن فيو حتى. في غرف طبعا سي فيو، سي سايد فيو، كل حاجه بيبقى لها سعر. انت هنا في الفندق برضو زي ما قلت لكم تقدر تركب التلفريك ومحطته قدام الغرفه بتاعتك شايفها على طول. عندك برضو حاجه ظريفه جدا ان في زي قفص للناس كده، ممكن الاطفال يحبوا حاجه زي كده. لفته ظريفه صراحه. هنا في ترابيزه كرسيين برضو لو عايز تقعد كده ايه وتسترخي كده بالليل ده متاح. وطبعا دي كروت الفوط عشان خاطر لو عايزين تستخدموها على البول او على الشط. الفندق فيه بار شغال 24 ساعه، تقدر تطلب منه اللي انت عايزه. كمان في مكان ان انت تلعب بلياردو او ان انت تنزل طبعا حمام السباحه الاساسي بتاع الفندق. اللي كان مفاجئ بالنسبه لي ان مفيش هنا ديوز. احنا كنا حاجزين هنا ليله، فالليله كان سعرها 1530 جنيه تقريبا او 1538 حاجه زي كده. في ديوز تحت في فندق بورتو السخنه ب 750 جنيه الفرد تقريبا بالغدا، وليك اكسس على البول وليك اكسس على الشط. ولكن هنا انا اتفاجئت ان مفيش ديوز. في ان انت تحجز هنا غرفه ب 1500 بالفطار لشخصين، سعره يعتبر بالنسبه لي متوسط شويه، مش رخيص ومش غالي، لان هو بيقدم لك فطار بس. من مميزات الغرفه بالنسبه لي هو ان غرفه جديده ونظيفه ومريحه نفسيا، ولكن السلبيات بالنسبه لي هو ان الفندق عالي جدا جدا على البحر، فانت عشان تنزل البحر لازم قصه الشاتل باص عشان ينزلك. حمام السباحه في الفندق برده حجمه صغير شويه، المفروض حمام السباحه يكون كبير شويه، لان انت قاعد هنا ما قررتش انك تنزل، فانت قاعد في الفندق اغلب وقتك. ولكن اجمالا كفندق هو فندق ظريف جدا، وواحد من ارخص الفنادق، من الفنادق اللي ممكن تغير فيها جو وتقضي وقت ظريف وتستمتع بوقتك. خلاص في بورتو جبل، نروح على الفندق التاني. وصلنا عند فندق دوم مارينا، خلينا نشوف شكل الفندق من جوه عامل ازاي. اول ما تخش الغرفه، الغرفه شكلها واسع بشكل رهيب، يعني الغرفه هنا الحجم بتاعها خيالي. بشوف طبعا المساحه الواسعه ديت قدام الحمام ومدخل الطرقه وكده. من اول ما بتخش الباب لحد الغرفه من جوه، الغرفه يعني في براح، في براح رهيب. اللون اللي معتمدين عليه في الغرفه اساسي هو لون التركواز، يعني وفي شويه خطوط زيتي كده خفيفه، ولكن اللون التركواز طاغي في كل حته تقريبا، تشوفه على الكراسي وموجود في الستاير. ديكور الغرفه مودرن بسيط، وده بشوفه خلال الطبلهات وظهر السرير مثلا او حاجات زي كده، الحته اللي هي الكابوتونيه الكلام دوت مودرن بشكل واضح. الدولاب كبير
جدا يعني شكله الدولاب كبير برغم ان هو ظرفتين بس، ولكن تحس الحجم يعني واخد حقه قوي. شكل الدولاب من جوه ظريف صراحه. عندك فيه هنا خزنه وفي شماعات وكان في ورقه اللاندري عشان لو انت عايز تغسل حاجه او كده، فحطيت لك اسعارها وكده. وهنا بقى فيه ايه فراغ، مفيش اي حاجه يعني، في المفروض كان مثلا في مخدات زياده او كده، ولكن فاضيه خالص. دولاب كبير كبير يعني ضخم ضخم جدا. هنا فيش كافي تري، ولكن حاطط لك فيه شاي وفي نسكافيه برده وسكر، ولكن تحس ان هم متوصيين شويه يعني، حاطين نسكافيه بزياده وسكر مليان لك الطبق. في ازازتين ميه كبار، تحس الناس ديت كوره شويه. وطبعا الكاتل الاساسي هنا طبعا الميني بار برده براند الاسكا، دمه خفيف برده، حجم متوسط ولكن برده ايه يؤدي الغرض. هنا مكان طبعا اللي بتحط عليه الشنط. وهنا بقى الخشب بتاع الغرفه اصلا معتمدين اساسي اللون بتاعه اللون البني، والدولاب التسريحه ظهر السرير كل حاجه اللون البني في كل حته تقريبا. طبعا في تلفزيون سامسونج 32 بوصه، حجمه ظريف، موجود قدام السرير على طول عشان خاطر انت عايز تقعد تستريح تتفرج على اللي انت عايزه، فحلو جدا. علبه مناديل ومرايه قدامك وتسريحه وقعده ظريفه. السرير شكله حلو صراحه يعني، السرير مرتفع كده على الارض. خلينا نجرب المخدات. السرير والمخدات مريحه بنسبه من 80 ل 90% كويسين. في برده هنا قاعده ظريفه كده جنب السرير على طول برده، بس الترابيزه تحس انها المفروض الترابيزه تكون مربعه مش مستطيله كده يعني، حاسس ان الترابيزات ديت تحس انها تبقى موجوده في البيت اكتر مش في غرف الفنادق. في طبعا برده اضاءه جنب السرير تقدر توجهها في المكان اللي انت عايزه وتشغل النور. تعالوا مع بعض نشوف الحمام. الحمام برده واسع جدا يعني، خلينا نتفق ان مساحه في الغرفه في كل حته تقريبا واسعه وسع رهيب. والحمام شكله جديد، ولكن اختيار الالوان صراحه شايف ان هم ما توفقوش فيه قوي. التناغم ما بين الالوان ديت ممكن بالنسبه لي انا شخصيا برده مش افضل حاجه. عندك هنا سشوار، في هنا برده شامبو وشاور جل، صابونه صغيره برده، وده اعتقد ان هو هاند ووش ولكن هو مكتوب عليه هاند هايجين. هنا في شاور كابل بحيث انت لو عايز تاخد دوش تخش جوه، تقدر تقفل على نفسك في الحمام ايه ما يتغرقش ميه، ودي حاجه ظريفه كده اهو. ده انت لو مفيش اي ميه هتطلع بره. الظريف برده ان في هنا ميزان عشان خاطر تتابع وزنك بقى، لو انت موجود قاعد هنا فتره طويله وبتضرب اكل كتير فده يفوقك بقى، وزنك بيزيد تقطع على طول. تعالوا مع بعض نشوف الفيو بتاع الغرفه. برده في هنا كرسيين وترابيزه، طبعا كده بالليل تشرب كوبايه شاي مع الهواء الجميل ده بس صراحه. الغرفه احنا حاجزينها ماونتن فيو، ففيش اطلال على البسين او اطلال على البحر، لكن متاح ان انت تحجز على البسين او البحر برده بسعر اعلى، ولكن الفيو برده على الجنينه وكده فمريح نفسيا. الفندق المساحات الخضراء فيه واسعه جدا، وفي مكان بسيط للاطفال يلعبوا فيه، والشاطئ بتاع الفندق مقسوم جزئين، في جزء صخري وفي الناحيه الثانيه موجود جزء رملي. سعر الديوز هنا في الفندق للفرد 400 جنيه تقريبا، ده بيبقى ليك اكسس على البول وعلى الشط وليك وجبه غدا، ولو انت عايزين غرفه تغيروا فيها لبسكم فبيبقى سعرها 600 جنيه تقريبا، اما لو انت مثلا عايز تبات او تحجز غرفه فطار وعشاء فيكون سعرها 1800 جنيه، ده عن طريق الاتصال المباشر بالفندق او ان انت تحجزه عن طريق بوكينج. الفندق بالنسبه لي هو ان السعر رخيص مقارنه بالقيمه اللي انت بتاخدها، مقارنه بالاسعار اللي موجوده في العين السخنه، فده سعر مميز جدا. الغرف برده من جوه جميله ومريحه نفسيا، تحس ان الغرفه برده ايه يعني لو انت قاعد هنا فتره ليلتين او ثلاث ليالي فاعتقد ان غرف مريحه نفسيا كده. يبقى شفنا مع بعض ارخص فنادق تقضي فيهم ديوز في العين السخنه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام.